السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الجزء اللي كنا سيبناه المرة اللي فاتت. يعني احنا كنا شرحنا الكود بتاع الكونتراست ستريتشنج، بس احنا بس ما رمهوش، يعني نرمه. طيب نيجي نرمه مع بعض. تمام، اهو كده عمل رم. تمام، مفيش ايرور الحمد لله. نفس الصورة اللي برينت يوم، طبعا هيخزنه في صورة اسمها كونتراست ستريتش، كونتراست ستريتش على الايه فولدر اهو. نعمل شير لل سكرين. هي كونتراست اهي. تمام، اهو زود الكونتراست بتاعت الايه دي الصورة بعد ما عملنا كونتراست ستريتشنج. الصورة الأصلية اللي هي اهي. تمام، طيب الكود واضح اهو، ان انا البيكسل فاليو ناقص الاس 1 اللي هو المينيمم على الار 2 اللي هو الماكسيمم بيكسل، ناقص على المينيمم بيكسل فاليو، الماكسيمم بيكسل فاليو ناقص المينيمم بيكسل فاليو، واضرب في اس 2 اللي هي ايه 255. نفس المعادلة اهي، نفس المعادلة بالظبط. طبعا احنا قلنا في اكتر من فيرجن، يعني دي برضه فيرجن اهي، شوية كونديشنز ومعادلات مختلفة نوعا ما، بس طبعا دي الموجودة في المحاضرة ودي نتائج كويسة برضه. طيب تمام، ندخل بقى في موضوع الهيستوجرام ايكولايزيشن برضه في الجزء اللي في المحاضرة. بتاع الهيستوجرام ايكولايزيشن، اعملوا انتوا بقى الانتبست سلايسنج والكلام ده كله. ادي الهيستوجرام ايكولايزيشن اللي احنا شرحناه بالتفصيل، اللي هو بيحسب الـ CDF بتاع الـ بتاع كل بيكسل. تمام اهو، احنا عايزين نحول الهيستوجرام بتاع الصورة من الشكل اللي زي كده للشكل اللي زي كده، ان كل البيكسل تظهر قريبة من بعض، ان البروبابيليتي بتاع وجودها الصورة يكون ايه، يكون يعني متقارب يعني. تمام، ادي الهيستوجرام. طبعا ده الهيستوجرام عموما، ده بيبلوت الهيستوجرام. لو انت عايز تشوف الهيستوجرام تعرضه الاول من غير اي اوبريشنز عليه، من غير اي بروسيسنج يعني. طبعا ده امبورت الاوبن سي في، ده امبورت النوت باي، وال بيمبورت اللايبرري بتاعت البلوتنج اللي هو بيرسم بيها يعني، وبقرا دي صوره. دي صوره طبعا هي صوره يعني فيها مشاكل. تمام، فاحنا عايزين ايه نوضحها يعني. نشوفها كده الصوره الاول. طبعا هي دي صوره عاديه يعني، مش صوره طبيه، فيها مشاكل يعني. دي واضح فيها مشاكل انها غامقه قوي، فاحنا عايزين ايه، عايزين نفتحها. هنلاقي نشوف هل الهيستوجرام هيفتحها ولا لا. طبعا في فانكشن اسمها هيستوجرام. تمام، تمام، دي اللي هي ايه السطر ده، بيحسب الهيستوجرام للصوره وبياخدهم رينجز يعني، الايمج فلاتين مش عارف 256 زي 256 وحاجه اسمها هيست وبنز. هو البنز دي بيجمع كل 16 مع بعض في بين يعني. تمام، من 0 يعني من 0 ل 16، بعد كده من 16 ل 32 وهكذا لحد ايه، لحد 256. تمام، طبعا ده بالسي دي اف هنا بيجمع بيه الهيستوجرام. تمام، يعمل عمليه النورماليزيشن هنا بيبلوت. تمام، فانكشن هيست بياخد النتيجه اللي حصلت فوق عشان ايه، ويديها عشان يعرضها عشان يرسمها، ويديها اللون الاحمر. تمام، ودي كلها فانكشن بتعمل بلوتنج وبيشوف. تعال نجرب مع بعض. بسم الله، تمام، اللون الازرق ده موجود في الفانكشن دي، حته النورماليزيشن، ان هو ايه بيعرض لك الكيرف بتاع البيكسل فاليو ماشي ازاي. تمام،
بتاع البيكسل فاليو هيستوجرام يعني البروبابيلتي بتاعها. تمام. واللي هنا الهيستوجرام ده الكالر هنا اللي بترسم السوق اللي بترسم الهيستوجرام اللي هو الشكل الاحمر ده. تمام. في السطر ده. تمام. ده دي كلها فانكشن للرسم يعني. طيب تعال نشوف فانكشن بتاعت الهيستوجرام نفسها. ده الهيستوجرام العادي. طب عايزين نشوف الهيستوجرام ايكولايزيشن هيعمل ايه. هيستوجرام ايكولايزيشن بنفورت الاوبن سي دي المونتي بلوتنج يقرا فانكشن اسمها هيستوجرام ايكولايز هيست. ايكولايز هيست دي فانكشن موجوده في اللايبرري دي بتحسب على طول هيستوجرام ايكولايزيشن على طول. تمام. وبتخزن الناتج في ريزلت. تمام. بتخزن اللي النتيجه اللي هنا بتاعت هيستوجرام ايكولايزيشن. تمام. ستاكينج ايمجز سايد باي سايد بيعمل حاجه اسمها ستاك بيظبطها يعني بشكل ماتريكس مناسبه انها تعمل لها ايه رايت اي رايت عشان يخزنها. تعال نشوف الهيستوجرام الجديد بقى شكله عامل ازاي. طبعا هو هنا ما بيرسمش الهيستوجرام. هو هنا يعمل ايكولايزيشن وخزنها فين؟ خزنها في صوره اسمها ريز ريزلت يعني. تعال نشوفها كده. هذه الريزلت شايف واضح دي هو بيعرضك اتنين قدام بعض اهو خد ده بيعرض الايه الستاكينج ده بيعرض بيعرض اللي بيحط الاثنين قدام بعض ريتش ستاك بيحط الاثنين قدام بعض اللي هي الايمج الاصليه مع الايكولايز بيحطهم قصاد بعض. وهنا ده هنا اي مرات بيطبعهم بصوره واحده. تمام. يعني بيحط الاثنين جنب بعض بصوره واحده اللي هي الاتش ستاك دي. تمام. ويعرضهم في يعرضهم قصاد بعض هنا. طيب لو انا عايز اخد يعني ودي الصوره لوحدها الايكولايز لوحدها اهي انا خدتها وخزنتها لوحدها. لو انا عايز اشوف الهيستوجرام بتاعها بقى. تمام. نروح للهيستوجرام ايكولايزيشن الهيستوجرام العادي عشان نرسمها ونوقف دي ونشغل نشغل دي. تمام. اللي هي الايكولايزد بقى عايزين نشوف الهيستوجرام بتاعها. ده الهيستوجرام الجديد اهو ودي توزيعة الايه طبعا السي دي اف اللي هو بايه اللي هو بيحسب ديستريبيوشن فانكشن توزيع الايه توزيع الجريد ليفلز او الانتنسيتيز متوزعه ازاي. تمام. يعني ايه البيكسلز اللي ظهرت ومقدار ظهورها قد ايه. تمام. واضح طبعا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.